ايضا وايضا اعزائي المشاهدين، اليوم شهد لبنان عملية اطلاق سراح لمواطن كان مخطوف وكانوا الخطفين طالبين فدية. الحمد لله على السلامة. شكرا، الله يسلمك. شو حاسس هلأ بعد اطلاق سراحك وعودتك للاهل والاصحاب والمحبين؟ بصراحة بدي اشكر اولا الخطفين. شو؟ ايه نعم الخطفين، وبدي وجه لهم تحية اكبار وتقدير واحترام وشكر، لانهم كلاس ومحترمين، وبدي اقول لهم اني كتير كتير بحبكم وكتير بقدر اللي عملتوه معي. اف اف اف، يعني معقول تشكر الخطفين؟ والدولة دولتنا اللي باحضانها ترعرع وربيوا هالخطفين. بدي اشكر كل رجال الدولة من كبيرهم لصغيرهم، يقبرني ربهم. وبدي اقول لهم ديروا بالكم هالخطفين، لانه مش وين ما كان بتلاقوا مثلهم. مش يعني طالما هالخطفين هالقد خواجات ومهذبين ويا عين، يعني ليش ما بتعرفنا عليهم تنشوف بشو بيتميزوا هالخطفين؟ ايه ليش لا؟ ليش ما بدي اعرفك عليهم؟ شباب عرفوا الامور على حالكم. دعيك يا ابو ليلى رئيس المجموعه الخاطفه. وانا ابو الكمامه مساعد ابو ليلى. ومحسوب هيك ابو كيس، حط الكيس براس المخطوف. وقف التصوير يا صبعتي، وقف التصوير. شباب اذا بتريدوا توقفوا التصوير وقف التصوير. ها ابو كيس يلا. لا يلا بدك شيء؟ موافقين. ضلوا طلوا علينا. تسلموا لي. والله تعودت عليكم.